السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار بخصوص زكاة المال. اتفضل. هل زكاة المال يجوز إخراجها للأقارب لأخويا هو عنده مرض معين وبيحاول إن هو يدور على شغل الآن؟ يعني في النهاية هو فقير أو مسكين أو أنه ثري؟ هو عنده ظروف مرضية معينة وهو حاليا بيحاول يدور على شغل مش محصل شغل. فهل انا يكون لكن عنده ثروه او ليست عنده ثروه؟ لا 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 يملك اي شيء، بل بالعكس مديون لي بمبلغ. خلاص مصرف اعطيه الزكاه. اعطيه الزكاه كامله. الله يسلم. طب هل يجوز ان انا اختم الجزء اللي هو واخده مني كدين يا شيخ من الزكاه؟ ها؟ هل يجوز هو علي دين عليه دين؟ لا 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 يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاه، استلم منه الدين. هل انا اقدر الحين ان انا اعطيه؟ لا يجوز اسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاه، انما سلمه الزكاه وطالبه بعد ذلك. مش حقك الدين، بس هل يجوز ان انا اعطيه مبلغ الزكاه كامل وهو مبلغ كبير؟ كم يعني؟ يعني ممكن حوالي 90,000. اذا كانت حالته تستدعي ذلك لا بأس. إذا كان صاحب مرض وعمليات. سؤال تاني فضيلتك، أنا فقر وديون لا بأس في هذه الحالة. طيب سؤال تاني بعد إذن فضيلتك. نعم.